في أول هذا المتن المبارك المؤلف رحمه الله تعالى دعا للطالب دعا للقارئ. دع الله سبحانه وتعالى لك أن تكون من أولياء الله. من هم أولياء الله؟ هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى فقط هذا. نعم. اليوم بارن زيقول تنين الله سبحانه وتعالى ونادي بمسنا القرآن على كان نهاية زين تنين الشيخ دي زي ما بتعمسا نرعنا قرون سد ما لا لا يزرون بارا منه ما تعصدون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فنزان بارا دمتين بسخة الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. سنويزي أولو الله سبحانه وتعالى بارن يقول زي قيدكم الله سبحانه وتعالى أرقودكم الله سبحانه وتعالى. لو يوجد عندنا إنسان ينام بين القبور. رواه بارن سكما هي تكي أولو زي ما توري ونيلنيلن يرفع سنا بارن. يشرب الخمور. سنوين سوسكو كبارن. لا يصلي. أرسين بارن كبارن. ولا يأتي بالطاعات. أرن. لا يأتي بالطاعات. سنويدي زن ديش معناه يريو زي زابا سنة ديدين. ويأتي بالمحرمات. عادي من تنتير كيريو زي زابا سنة جرام. ولا يتطهر من النجاسات. عادي سمسا سندريو زابا سما لوت زي تكون هي جيو بنبار. هذا ولي لا شك في ولايته. هذا ولي لا شك في ولايته. هذا ولي. نعم لا شك في ولايته. نعم. سنوي يوم بارن ديا ولي سنوي تيجي شلا سلانا مي مارو. من أولياء الشيطان. سنوي من أولياء الشيطان سنوي أتاي من الشيطان بارن. لابد أن تفرق فرقان كما تفرق بين السماء وال من السماء والأرض. لابد تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. سنوي obligatoirement si on veut dire ni ma fanta cha ni sia vaan iruze ai akai kun tu Allah subhanahu wa ta'ala si iruze akai kun iru shaitan na iru ze maramina ni shaitan bar iman wa taqwa min awliya ar-rahman sanwi lipin ze kemana patahuran tu Allah subhanahu wa ta'ala iruze ni awliya Allah subhanahu wa ta'ala na iruze akai kun tu Allah subhanahu wa ta'ala iruze tien tu Allah subhanahu wa ta'ala. لا إيمان ولا تقوى هذا من أولياء الشيطان. أريهم بعض ستسيس إيمان ستسيس فنون أن تقوى الله سبحانه وتعالى ستسيس فتقول أن تقوى الله سبحانه وتعالى تكين زي أكايتني زي أكايتني شيطان نا أنا رديا أن شيطان نا إلو زي تين شيطان. نعم.